قصف عنيف عم تتعرض له ريف إدلب الجنوبي بشكل عام وقريتي بشكل خاص، طال المدنيين وطال البنية التحتية، واللي هو سببه اللي عم يسببه طيران الاستطلاع اللي ما عم تبقي ولا تزر، اللي عم يعتمد عليها النظام برصد تحركات المدنيين العزل اللي جايين يطالعوا اغراضهم مثل ما كن شايفين. انا بشيد باخوتي المواطنين واخوتي اللي ساكنين لا يجوا قبل ما يتاكدوا من وقف اطلاق نار وهدنه شامله وكامله.